صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات لاله مولاتي فين ما كنتم من داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم دائما صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم من خلال برنامج لاله مولاتي، برنامج المراه بامتياز ومع فقرات متنوعه ان شاء الله وكلها افاده. غادي نبداوها كالعاده بشيوات لاله مولاتي. اليوم مشاركه معنا المستمعه الوفيه جدا لبرنامج ام لوجين، وغادي نتعرفوا على الشيوات اللي غادي توجد لنا. كذلك غادي نتعرفوا في المسابقات اليوميه المشاركات الفائزات معنا اليوم من خلال المسابقات اللي كيمنحكم الفوز كل شهر بهدايا من ذهب. وفي موعد ثابت فكيحضر معنا الدكتور عزيز سلامي، طبيب اختصاصي في علاج امراض النساء والتوليد. موضوعنا الطبي اليوم غادي يكون حول التخصيب الخارجي اللي كنسميو اطفال الانابيب، الحقن المجهري. غادي نعرفوا معلومات طبيه مهمه جدا فيما كيتعلق بالتخصيب الخارجي. اللي عندكم اي تساؤلات طبيه تواصلوا معنا ومع الدكتور ابتداء من 11 ل 12 وعلى 05 22 88 00 60 61 62. فاصل غنائي ونرجع الأولى فقرتنا، فخليكم أوفياء لاله مولاتي ما تمشيو فين. كنجو ترحاب وتحية صباحية لكل مستمعين الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا لحظة، وغادي نمشيو مباشرة لشيوات لاله مولاتي عند أم لوجين وغادي نتعرفوا على الشيوات اللي غادي توجد المستمعات اليوم. صباح الخير أم لوجين. صباح الخير لاله سناء. يصبحتي لاباس عليك؟ الحمد لله. لاباس الحمد لله، بارك الله فيك يا رنتيا. بارك الله فيك لاله اختك ومرحبا بك معنا اليوم. الله يبارك فيك وشكرا لك على الصلاه. تحيه كبيره ليك ولكل الاخوات اللي معك، وتحيه للمتتبعات نتاع قناه ام لوجين وصفحه نتاع الفيسبوك. وكنشكرك على الفرصه اللي عطيتني اليوم. مرحبا معكم ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله، تحيتنا لك. شكرا لك. نبداو على بركه الله. ايه ان شاء الله. غادي نديرو اول وصفه كفتان تاع السردين المقليه، يعني هذه كياكلوها الوليدات كتعجبهم بزاف. ان شاء الله يجربوها الاخوات وتعجبهم. بالنسبه للمقادير عندنا كيلو تاع السردين كناخذوه نقيوه نحيدو له القشور، نحيدو له ديك القشره الفوقانيه ونحيدو له الشوك. غادي نطحنو الهبره. المفضل اننا نطحنوه بديك الاله تاع يعني الاله التقليديه تاعنا اللي كنطحنو فيها الطماطم. الطحانه اليدويه ديال مطيشه. الطحانه اليدويه. ثم كنضيفو عليه جوج معالق تاع القزبر والمعدنوس. كنضيفو عليه جوج معالق خبز محمص تاع لا شابلوغ. واحد البصله محكوكه غليظه. عندنا توم باودر تقريبا واحد نص معلقه صغيره، الا ما كانش متوفر كنضيفو نص تاع الثوم. عندنا حبه بيض. ثم كنضيفو التوابل اللي هي فلفل اسود، طبعا التوابل كتبقى على حسب الذوق. عندنا الملح، كمون وفلفل احمر. وشويه نتاع القزبر اليابس. كنخلطوا كاع المقادير وكنديروها نخليوها واحد شويه، يعني الا شفناها باقيه يعني ما تجمعتناش نقدروا نضيفوا اكثر من جوج معالق نتاع لا شابلوغ. يعني على حسب السردين. فنخليوها ترتاح واحد شويه ونشكلوها كويرات، نحاولوا نبسطوهم شويه وندوزوهم في لا شابلوغ ونقليوهم، يعني نخليوهم شويه كيرتاحوا ونقليوهم. نحاولوا دائما في القليان اننا ما نديروش حاجه كبيره، يعني نديروا مقله صغيره باش ما تهزناش الزيت بزاف. وكنقليوهم ونديروهم في ورق نشاف، يعني وكنقدموهم مع سلطه ولا مع كيجيو بحال الكفته. كيجيو بحال الكفته، كيجيو رائعين وما كيجيوش شاربين الزيت، وان شاء الله يعجبوهم هذه الوصفه هذه ان شاء الله. يعطيك الصحه. شو اقتراح اخر؟ شو اقتراح اخر؟ نديرو حلوه مشيشيه بالسبرجل. دابا وقت السبرجل ايه نستافدو منه اكثر فعلا. كياكلوها الوليدات. بالنسبه للحشوه يعني نقولوا المقادير والطريقه. ايه واخا تفضلي. الحشوه عندنا جوج حبات نتاع السبرجل محكوكين في الحكاكه رقيقه، كنديروهم في مقله، كنضيفو لهم كنقيوهم نقيو لهم القشره ونحكوهم في الحكاكه الرقيقه. كنضيفو لهم ثلاثه نتاع المعالق نتاع السكر. كنحطوهم فوق نار مهيله وكنحركو مره مره حتى نشوفو داك السبرجل نزل شويه. من بعد كنضيفو لهم كاس مكسرات، يعني مهرمتين اي نوع عندكم، لوز كاوكاو اي نوع يعني السيده تقدر تستعملو. وكنضيفو معلقه صغيره نتاع القرفه ونرجعوها ثلاثه نتاع الدقائق فوق النار. يعني من بعد ما كندير السبرجل والسكر حتى يهبط عاد كنضيفو المكسرات والقرفه ونرجعوهم فوق النار غير حتى يعني ثلاثه نتاع الدقائق وصافي. نخليوها تبرد وندوزو العجينه فيها 200 غرام زبده، نص كاس نتاع الزيت، عندنا الفاني، عندنا ثلاثه نتاع معالق السكر كلاصي، عندنا رشه نتاع الملح، واحد راس معلقه صغيره خماره نتاع الحلوه. في واحد الاناء كنضيفو نحطو الزبده ونضيفو عليها الزيت الفاني السكر كلاصي ورشه نتاع الملح
والخماره نتاع الحلوه ونخلطوا كل شيء ونضيفوا الطحين. هنا الطحين تقريبا 4 نتاع الكيسان نتاع الطحين، يعني كتجي معنا بحال عجينه نتاع المعمول او بحال عجينه نتاع الطابلي، تكون اون فوا نشكلوها في يدينا يعني ما تشققناش صافي. يعني التشكيل كيبقى انا درتها في المول نتاع المعمول نيت السواد، يعني خديت كويره وفتحتها من الوسط درت من فيها الحشوه وليت بلعتها وليت شكلتها في ذاك المول وحطيتهم يعني في الصينيه، دخلتها لكل الفرن يكون ساخن يعني ما كتاخذش الوقت بزاف نراقبوها. بعد ما تخرج نخليوها تبرد شويه ونرشوا فوقها السكر كلاصي ونقدمها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك، فكرة زوينة ويعني وخاصة المراشم ديال المعمول فيهم تبارك الله شكيلات زوينين، فبهاد الحشوة مختلفة غادي تجي حلوة زوينة. الله يعطيك الصحة، عودنا على المعمول بالتمر. أييه وهنا الأخواتي إلا بغاو شي يديروا السفرجل يقدروا يعوضوه بالتفاح. يعني نفس المراحل عوض السفرجل يديروا التفاح. واخا ندوزو دابا الأجنحة نتاع الدجاج بالزيتون. أييه تفضلي. عندنا بالنسبة للمقادير الأجنحة نتاع الدجاج يعني الكمية على حسب أفراد العائلة يكونوا مغسولين مزيان غير الأجنحة. كنديروهم في مباشرة في الطنجرة ولا اللي بغات تسرع العملية، يعني إلا درتهم في الكوكوط ربع ساعة كيكون الغدا واجد. كنديروهم في الطنجرة ولا في الكوكوط، كنضيفو لهم جوج معالق صبر ومعدنوس. الكبدة إلا كانت متوفرة كنديروها، ما كانتش متوفرة ما كنديروهاش، غير كمية صغيرة نتاع الكبدة كنقطعوها مربعات ونحطوها حتى هي معاهم مباشرة في الطنجرة. وكنضيفو لهم 4 كاس زيت، وكناخدو واحد البصلة تكون صغيرة يعني نحطها في الخلاط الكهربائي وندفعو عليها شوية نتاع الماء باش تطحن لنا، يعني حنا بغينا مذاق البصل بصح ما بغيناش يكون البصل في المرق. كنضيفوها حتى هي في مع الأجنحة في الطنجرة، وكنوضعو التوابل اللي هي ملح، فلفل أسود، كركم، زنجبيل وتحميره. كنوضعوا كل شيء فوق النار يعني على نار مهيله حتى كتشحر لنا شويه ديك الاجنحه مع ديك الكبده ودوك التوابل اللي درناهم. ثم كنضيفوا عليهم الماء ساخن يعني ما نكثروش، يعني غير واحد كاس نتاع الماء ساخن. الاجنحه في ساكه طيب كنديروها على نار مهيله. ايه الو ايه كنسمعوك. ونخليو يعني نخليوها على نار مهيله كطيب ما كتاخذش الوقت كثير. وكنغليو الزيتون، كناخذوا الزيتون كميه يعني النوع اللي بغينا. الا كان داك الاحمر كيكون كيجي زوين مع الدجاج فكنحطوه في واحد الكاسرونه ونغليوه باش نحيدوا منه ديك الملحه اللي فيه ونصفوه ونقرب بالمرق نتاعنا يعني الدجاج نتاعنا اجنحه الدجاج نتاعنا. ثم نضيفوا له هذوك الزيتون ونخليوها كتشرب وتوقف ونقدموها بالصحه والراحه. اييه تبارك الله عليك، اقتراح مميز. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك حبيبه. ندوزو لواحد الكيكه نشكلوا ما بين الملح والحلو. واخا هذه كيكه محشيه بالكريمه والبنان كتجي رائعه جدا، نتمنى ان الاخوات يجربوها. بالنسبه نتاع المقادير نتاع الكيك عندنا 4 نتاع البيضات، كنخلطوها مع كاس السكر حتى يطلع البيض نتاعنا مزيان ويرجع اللون نتاعو ابيض. ثم كنضيفوا له نصف كاس نتاع الزيت وحنا كنخلطوا، يعني ما نحبسوش على الطفره وحنا كنخلطوا وحنا كنضيفوا ديك الزيت بحال شكل خيط. ثم كنضيفوا نصف كاس حليب وكنضيفوا رشه نتاع الملح، ضروري رشه نتاع الملح في الكيك وفي الحلويات باش تخرج لنا النكهه. وكنضيفوا معاه خماره وحده، بعد ما كتخلط البيض والسكر والزيت والحليب كنضيفوا خماره وحده وجوج الكيسان نتاع الطحين معاهم جوج معالق نتاع الكاكاو. ايه واخا كنخلطوا المقادير كلها مع بعضياتها كنوضعوها في المول تاعنا. كندخلوها انا دائما الكيك يعني الفران بارد، فكندخلوها الفران بارد كندخلو الكيكه تاعنا حتى كطيب، كنخليوها تبرد. من بعد ما تبرد فكنحاولوا اننا نحفروها من الوسط بلا ما نوصلوا للجوانب، يعني نخليو واحد جوج سنتيم من الجوانب ونبداو كنحفروا، يعني غادي نديرو حفره في الوسط بحال شكل المول عجيب بحال داك الشكل، يعني غادي نديرو حفره في الوسط وداك الكيك اللي حيدناه نحتفظو به يعني نفتتو بيدينا ونحتفظو به. بالنسبه للحشوه فكناخدو كريم فريش، يعني الا كانت متوفره السائله نديروها، الا كانت بودره شونتي نديروها، اللي متوفر نديروها. كنطلعوها يعني غير عادي بلا اي اضافات، الا كانت سائله ما نديروش السكر، والاخرى يعني كيكون فيها السكر نضيفوا لها غير الحليب ونطلعوها. فكناخذوا ديك الحفره اللي حفرناها فكنديروا نغطيوها شويه بلا كريم فريش، وكناخذوا البنان كل بنانه نحاولوا اننا نقسموها على زوج ونستفوه فوق ديك لا كريم فريش ونرجعوا نغطيوها في بلا كريم فريش، ولكن هاد نحاولوا اننا نديروها على شكل قبه، يعني من كنا ندير لا كريم فريش نحاولوا اننا نقببوها
الا كان انا ضفت معاه هنا في وسط الكركاع، الا كان متوفر نديرو، ما كانش متوفر ما نديروش. فكان من بعد ما كنقببو ديك لا كريم فريش، داك الستات نتاع الكيك اللي كان باقي لنا اللي فتناه بيدينا، كنزينو نغطيوها كامله به ونخليوها تبرد ونقدموها. كانت هي رائعه هاد الكيكه هادي وسهله. هي سهله فعلا. ايه ندوزو دابا الشوربه نتاع الشوفان بالدجاج ياك ما واخا. لا لا غدا مزيان تبارك الله عليك. الحمد لله الحمد لله. شوف الشوربه ديال الخرطال بالدجاج. بالدجاج عندنا 150 غرام رقائق الشوفان زلافات تقريبا. عندنا بصله مشكوكه، عندنا 150 غرام دجاج صدر دجاج مربعات، عندنا واحد ملعقه صلصه طماطم مركزه، عندنا كزبر ومعدنوس، ربع كاس نتاع الزيت، عندنا 3 نتاع حبات نتاع الطماطم. يا اما نطحنهم يا اما نحكهم، يعني على حسب شنو كتبغي السيده. عندنا ملح، ابزار، كركم وزنجبيل، عندنا تقريبا 2 لتر نتاع الماء. كناخذوا طنجره كنوضعوا فيها الزيت والبصل وقطع الدجاج، نحركوا شويه ونخليوا هذيك البصله والدجاج يتشحروا شويه، ثم كنضيفوا التوابل اللي هي ملح، ابزار، خرقوم والزنجبيل والقزبر ومعدنوس وصلصه الطماطم. كنخلطوا شويه باش ديك الصلصه ملي كتشحر كتجي لذيذه، فكنضيفوا من موراها الطماطم المطحونه. نغطيوها واحد يعني نغطيوها، ما نديروش الماء في هذه المرحله هذه، كنغطيوها ونخليوها تقريبا 10 دقائق على نار مهيله، يعني تحسوا ديك لاصوص بحال اللي تقلت شويه ما بقاش نيها. من بعد كنضيفوا الماء الساخن، يعني هنا 2 لتر تاع الماء يكون سخون باش يعني تسرع لنا العمليه، ونخليه حتى يغلى مزيان داك الماء، حتى يغلى مزيان عاد كنضيفوا الشوفان، كنضيفوا الخرطال وكنبقاو نحركو مره 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 حتى يطيب لنا، لان الشوفان كيغلى بزاف فما نغطيوش ما نغطيوش، الا غطينا راه غادي يفور وما نخليوش، يعني نمشيو نخليوه غير مره مره نبقاو نحركو باش ما يهبطناش الشوفان بزاف. الشوفان في الساعه كيطيب يعني 10 دقائق فعلا طيب. وإلا حسينا ان دوك 2 لتر نتاع الماء يعني ما كفاتناش، فنقدروا نضيفوا الماء سخون، نزيدوا الماء سخون. إيه حسينا ان داك الشوفان شرب لنا، نضيفوا الماء سخون. شوربه يعني هذا الوقت ديالها، والخرطال عنده فوائد كثيره ومزيان يعني بهذه الشوربه يبغيوها الكبار والصغار. نعم كتجي لذيذه. نديروا برجر الدجاج. يلا واخا تفضلي. نعطيو العجينه. ايه العجين ديال الخبز الهامبورغر. ايه الهامبورغر عندنا في عجان او لا في قصريه، كنضيفوا نحطوا نص كاس ماء دافي، كاس حليب دافي، كنضيفوا له واحد المعلقه نتاع السكر، معلقه خماره نتاع العجين، كنخلطوهم شويه، ثم كنضيفوا 4 نتاع الكيسه نتاع الطحين والملح ومعلقه نتاع الخل. كنخلطوا هاد المكونات كامله حتى نحصلوا على عجينه تكون رطبه، وفي الاخير كنضيفوا لها معلقه زبده وندلكوها معاها مزيان. كنغطيوها نخليوها تخمر مزيان، يعني تخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها مزيان، ثم كناخذوها هذه الكميه هذه باش يجيهم الخبز البرجر يعني الحجم نتاعو مناسب، يقطعوها على 8 نتاع الكرات. ايه يعني كيجي الحجم نتاعها مناسب، يعني حجم نتاع الخبز البرجر ما يجيش كبير بزاف ما يجيش صغير بزاف، 8 نتاع الكرات. فغادي نقطعوها 8 نتاع الكرات ونكبروها كويرات عاديين ونحطوها في اللاطه نتاعنا. ندهنوها غير بالحليب، ما نحتاجوش هنا صفر البيض، البيض كندهنوها غير بالحليب ونرشوا الزنجلان ونخليوها تخمر مره ثانيه، وندخلوها الفران يكون سخون مزيان باش في الساعه يعني يطيب، وينفع نخرجوها من الفران مباشره نحطوها فوق شبكه باش ما يديلناش الخبز نتاعنا، ونغطيوها بمنديل يكون نظيف باش داك الرطوبه تنزل عليها وتولي رطبه، لاننا من نخرجوها من الاول في الفرن كيبان بحال اللي قاصح، صح غير نغطيوه راه كيرجع رطب وكيجي هائل. ايه واخا. بالنسبه للحشوه عندنا 500 غرام نتاع الدجاج صدر الدجاج، الدجاجه يعني يحيدوا لها الصدر ويقطعوها مربعات، كنوضعوه في الاله يعني الطحان اللي كنطحنوا فيه، كنضيفوا معاه مباشره نص كاس نتاع الشوفان، الا ما كانش الشوفان متوفر فكنضيفوا نص كاس نتاع الخبز المحمص. ايه يا لا شابلو خبز محمص هي الخرطه المطحون. واحد فيهم نص كاس فيه. ايه تسمى كنضيفوا لها معلقه صغيره بصله باودر، والا ما كانش متوفره هي والثوم فكنديروا بصله صغيره وفص نتاع الثوم. الا كانت متوفره البصل باودر والثوم باودر فكنديروهم يكون افضل. عندنا معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره ثوم باودر، عندنا التوابل ملح، فلفل اسود،
والتحمير، تنطحنوا هذا الشيء كله مزيان، يعني حتى كنرجع لنا عجينه واحده يعني. ومن بعد كناخذوا شويه نتاع الزيت يعني باش نسهلوا على راسنا التشكيل، كناخذوا شويه نتاع الزيت ندهنوا يدينا ونشكلوا الكبارات. يعني هاد المقادير هادو حتى هما كيعطيو 8 نتاع اقراص نتاع الهامبرغر ايه نتاع الدجاج يجيو مع الخبز نيشان. نيشان فعلا. وكنا نديروهم كرات صغار، نحاولوا اننا نبسطوهم 8 تاع الكرات، نبسطوهم ونوزعوهم في الثلاجة يعني واحد نص ساعة ولا ساعة على حسب الوقت المتاح لنا، ونجبدوهم يعني بعد ما كيكون الخبز نتاعنا كنجبدوهم. هنا اللي عندها شوية تقدر تشويهم، أنا درتهم غير في آلة البانيني، فوضعتهم غير في الآلة نتاع البانيني، دهنتها شوية بتاع الزيت ووضعتهم فيها حتى يعني تحمروا. ومن بعد ما حيدتهم فكان داك الخبز نتاعنا يعني كنوضعوه حتى هو في بلاصة الدجاج باش يدي حتى هو يتقرمش ودي النكهة نتاع الدجاج، وإلا درنا فيه الصلصة ما يشربها الناس. فكناخدو بالنسبة للصلصة باش تهز، يعني أنا خلطت غير مايونيز مع كاتشوب، هنا الحشو كيبقى على حسب الرغبة نتاع كل سيدة. دهنت الخبز نتاعي بالمايونيز كاتشوب، وضعت الخس، قطع نتاع البرجر نتاع الدجاج، الطماطم، اللي كيبغي البصل يقدر يدير البصل، والجبن نتاع الساندويتش، وكنقدموه بصحة والراحة. من بين الاكلات المفضله عند الوليدات، فعلاش ما نصايبوش في الدار؟ لا، وكذلك حتى الخبيزات، الخبز الهمبورغر يعني كيجي ديال الدار زوين، هشيش رطب، وما فيش مذاق الخميره اللي هي غالبه بحال كيف كيتباع. فالله يعطيك الصحه. اذا تفضلي الهام، نبداو على بركه الاول اقتراح كيك بالكريمه. اول اقتراح غادي نبداو بكاطو ديال الكاستان. يلا اللي غادي نحتاجو فيه اول حاجه في المول غادي تكون فيه 25 على 25. والكاس اللي غادي نعبروا به دائما راه كاس العنبه، واللي العبار ديالو راه 150 مليليتر. وغادي ندوزوا المقادير اللي فيها 5 ديال البيضات، وغادي نفرقوا الصفر على الابيض، وغادي نحتاجوا كاس ونص ديال الدقيق، كاس ونص ديال السكر سنيده، مع 250 غرام ديال الزبده تكون غامول يعني في درجه حراره المطبخ. وغادي نحتاجوا واحد 300 غرام ديال الكاوكاو اللي يكون محمر بالقشور ديالو ومطحون. غادي نحتاجوا هو في الاصل 350 غرام، 300 غادي تكون مطحونه وغنحيدوا منها 50 غرام اللي غنخليوها للتزيين تكون مهرمشه. واخا اييه. غادي نحتاجوا واحد كيس ديال خميره الحلوه ايديال، جوج كيس ديال سكر فاني ايديال، وغادي والكريمه. دابا غندوزو الكريمه اللي فيها 250 غرام ديال القشده الطريه، ايه، علبه ديال بودره الشونتي 100 غرام ايديال، ايه، معلقه كبيره ديال العسل، والنكهه ديال القهوه. وهاد النكهه ديال القهوه هي اختياريه اللي كينعطات مذاق غزال مع الكوكو. غادي ندوزو للطريقه. غادي ناخد واحد لو بول وغادي نخدمو بالطراب الكهربائي، غندير فيه الزبده مع السكر والفاني، وغادي نخدموها مزيان حتى تولي عندنا كريمه. من بعد غادي نضيفوا هذيك 300 غرام ديال الكاوكاو اللي مطحونه مزيان، وغادي نزيدوا لها هذاك الكيس ديال خميره حلوه ايديال، وغادي نضيف هذوك الدقيق ديالنا، كاس ونص ديال الدقيق. غادي نخلطوها ونحطوها على جنب، وندوزو نطلعوا الابيض ديال البيض بحال بلوناج. وغادي نبداو نضيفوا لهذيك الكريمه ديال اللي خلطنا المره الاولى غير بالمهلي، يعني من الفوق للتحت باش ما طيحليناش الكيكه. وغادي نديروها في المول اللي قلت لكم 25 على 25، نغلفوه بالبابيي سيلفريزي، الا ما كانش غير ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق، وغادي ندخلوها الطيب ما كتفوتش في الطياب واحد ميم با ثلث ساعه. ايه كتجينا هي جينواز ولكن بالكاوكاو. نخرجوها من الفران غنخليوها كتبرد. من بعد غادي ندوزو نخدمو الكريمه اللي غادي نحتاجو فيها واحد اللي قلت لكم القشده الطريه اللي غنطربوها مزيان، وغادي نضيفو لها هذيك العلبه ديال بودره الشونتي حتى هي 100 غرام ايديال، ومعلقه ديال الكبيره ديال العسل، والنكهه ديال القهوه. وغادي نطربوها حتى تولي عندنا شونتيي. كناخدو الكاك ديالنا كنقسمو على جوج، وكنحيدوا له هذوك الجوانب ديالو لانهم كيكونوا شويه قاصحين. غادي نقسموها على جوج، غادي نديروا طبقه ديال الكريمه. هاد الكيك ما كتحتاج اننا نسقيوها لانها كتجي رطبه بزاف. غادي ندهنوا النص ديال الكريم، نديروا الطبقه الثانيه من الجينواز،
ونغلفوها كامله بالكريمه وندخلوها للثلاجه. الا كان المجمد غير نص ساعه تقبط لنا راسها هذيك الكريمه، ومن تخرج كنزينوها كامله بهذاك الكاوكاو مهرمش. ايه واخا صافي، وكتجي راه على الشكل اللي صيفط لك في الصور. واخا مازال ما شفتوش، انا غادي نشوفه ان شاء الله، هو لانه ما بغاش يتحل ليا، ولكن الاخرين الاقتراحات كلهم اللي صيفطتي لي يعني في الواتساب فالله يعطيك الصحه. دابا نعاود نرسلها لك نسالي معاك ونعاود نرسلها. دابا غادي ندوزو للبافاغوا بالكاكي. اييه بفاكهه الكاكي موجود أيه، وعنده فوائد كثيره. فوائد كثيره وحنا كنديروه غير عصير صافي يعني باش معروف. أيه. غادي ندوزو للجينواز اللي فيها جوج بيضات، ستة المعالق كبار ديال الزيت، ستة المعالق كبار ديال السكر، ستة المعالق كبار ديال عصير البرتقال، واللي ما عندوش عصير البرتقال واخا دابا يعوضوه حتى بالمندرين موجود. أيه. البرتقال اللي ما عندوش يدير الماء او لا حليب او لا ياغورت. واخا وغادي نديرو خمسة المعالق كبار ديال الدقيق، واحد كيس ديال خميرة الحلوى ايديال، وواحد كيس ديال الكاكاو ايديال. أيه. الطبقه الثانيه غادي نحتاجو فيها السيترو ديال لاكريم فريش، القشده الطريه، علبه ديال الجبن ابيض هذاك الابيض 200 غرام، وحبه ديال فاكهه الكاكي، وثلاثه المعالق كبار ديال السكر. والطبقه الثالثه غادي نحتاجو فيها 150 مليلتر ديال عصير البرتقال اي كاس عنبه، ثلاثه المعالق كبار ديال السكر، وحده حبه ديال فاكهه الكاكي، وجوج فلون بنكهه الفاني ايديال. وباش غنسقيو هذا الكيك غادي نحتاجو غير كاس عصير البرتقال، والتزيين راه كنديرو غير عشوائي، انا درت غير شوكولات اسود. اول حاجه غادي نخدمو الجينواز ديالنا، وهي راه ماشي جينواز، هي راه غير كيك ولكن كيجي بحال جينواز. غادي نخدمو البيض، كلشي غادي نديرو في خلاط كهربائي، غندير البيض، الزيت، السكر، عصير البرتقال، وهذاك الكيس ديال الكاكاو، ونخلطهم مزيان. من بعد كنخويهم في واحد زليفه، وكنضيف هذوك خمسه المعالق كبار ديال الدقيق، والكيس ديال خميره الحلوى. كنديروها في واحد المول دائري ولا مربع، المهم الاشكال على حسب السيده. وكان المول يكون مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، وندخلوها تطيب. راها ما كتشدش طيب بزاف، انا في هاد البافاغوا درتها في مول كبير وقطعتها بالاطار اللي غنمونطي فيه. واخا غادي ندوزو مني طيب غنخرجوها، غادي نسقيوها وهي سخونه بكاس ديال عصير البرتقال بارد، ونخليوها على جنب. وغادي ندوزو للطبقه الثانيه اللي فيها قلت السيترو ديال لاكريم فريش اللي غنطلعوه مع علبه ديال الجبن ابيض 200 غرام، وغادي نخلطوه مزيان ونزيدو دوك ثلاثه المعالق كبار ديال السكر صافي. ومني يطلع لينا الكريمه غادي نتوقفوا بالخلاط، وغادي نضيفوا لها هذيك الحبه ديال فاكهه الكاكي مقطعه مربعات باش تجينا في هذيك الكريمه مقطعه طريفه تيبان. وغادي ندوزو صافي، وغادي نديروها فوق الطبقه الثانيه، فوق الطبقه الاولى عفوا ديال الجينواز، ونخليوها ندخلوها للثلاجه، وندوزو نوجدوا الطبقه الثالثه اللي غادي ناخذوا خلاط كهربائي ديال العصير اللي غنديروا فيه هذيك 150 مليلتر ديال العصير البرتقال، مع ثلاثه المعالق كبار ديال السكر، مع حبه ديال فاكهه الكاكي، وجوج فلون بنكهه الفاني ايديال. وغادي نخلطوهم مزيان في الخلاط باش يتطحن لينا هذاك الكاكي، ونقلبوه في واحد الكاسرونه ونخليوه يغلى. ايه صافي. ومن بعد كنديروه مباشره، نخليوه غير يدفى شويه، ونخويوه على هذيك الطبقه ديال الكريمه، ندخلوها للثلاجه واحد الربعه ديال السوايع، ومني كنخرجوها راه تزين على حسب الذوق. اي انا دابا عاد شفتها راه تتبارك الله التزيين اللي صايبتي يعني هكا بالشكلاط وعسلتي يمكن حتى درت فاكهه الكاكي كأغابيل راها موجوده بالكاكي. اييه الله يعطيك الصحه. درتي الفاكهه الكاكي اللي زينتي بها الفوق مع السله؟ لا لا كتب... لا هو واحد صايب شويه هكذاك جا الطريفات لانه كيبان ملمع. اييه الله يعطيك الصحه. لا فعلا دخلتها حتى بردات وقدمتها، فعلا راه جربوها البنات شي حاجه رائعه. وما كتبانش هذيك الفاكهه الكاكي، ما كتعرفيها واش خوخ واش مونغ، ما كيعرفوهاش الوليدات وتياكلوها. اييه تبارك الله عليك. نمشيو للاقتراح الثالث اللي هي السفه مالحه. الثالث والاخير اللي هي السفه مالحه بالخضر، اللي شو غادي ندير معاك المقادير والطريقه باش ما نعطلوش. يلا تفضل. في واحد المقله تكون كبيره ولا قويميله طنجره، غندير كاس ديال زيت العود، وغادي نضيف ليه جوج بصلات كبار مشلضين، ونخليه شويه حتى طيح لينا هذيك البصيله، نضيف لها وحده
ثلاثه الحبات ديال الفلفله، وحده حمراء وصفراء وخضراء، حتى هما مقطعين مربعات صغيره، ونديروهم والطحلينه حتى هما مع ديك البصيله. نوليو نضيفو جوج خزوات كبار محكوكين، جوج قرعات كبار محكوكين، والطحلينه شويه مع هاد المكونات. نضيفو 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج او لا لادنت مقطع طريفات حتى هو مربعات صغيره، ونخليه غير دخل فيه العطريه، ونضيفو القزبر ومعدنوس. والعطريه غادي نضيفو الملحه، البزار، سكينجبير، الخرقوم، واحد جوج دروسه ديال الثومه محكوكين، معلقه كبيره عامره ديال العطريه ديال السمك، واحد دانتي ديال السمك بنكهه السمك. وغادي نضيف واحد ثلاثه المعالق كبار ديال صلصه الصوجه، جوج معالق كبار ديال التحميره، ومعلقه كبيره ديال مطيشه الحك. هاد المكونات كلها غادي نغطي الطنجره، ما نضيف لا ما لا والو، هي غتطلق لينا هذيك المريقه ديال هذوك الخضار، ونخليها حتى تعقر لينا، يعني كتبقى غير ديك الزويته. من بعد نحيدوها من البوطه، ونضيفوا ليها جوج علب ديال الطون بالزيت. ايه واخا صافي. وغادي نخليوها على جنب. السفه كاع السيدات كيعرفوا كيفاش يعني كيفاش يفوروها. انا كندير في هاد السفه بالضبط، درت الطريقه ديالنا التقليديه، يعني درت السفه درت فيها شويه ديال الملح، كاس ديال الزيت، وخليتها فارت المره الاولى واحد نص ساعه، يعني تتبان لينا السفه راه شوكات. نحيدوها، كنبدا نسقيها بشويه ديال الماء غير من الروبيني، ونخليها تنشف، ونعاود نولي ندير الفوره. هاد العمليه كنديرها خمسه د المرات. هي التفويره العاديه واخا؟ التفويره العاديه. من بعد ما كتفور لينا هذيك السفه، كندير التفويره الاخرى، صافي كنحيدها، كندير فيها واحد جوج معلقات ديال الزبده، الزبده تكون مزيانه، كندوبها فيها. وهذيك الحشوه اللي درت كناخذ منها تقريبا اكثر من النص، وكنخلطوا معاها. اييه. وكنعزل واحد الطريفات ديال الصدر، كندوق بهم. اييه فعلا. ديال لادان. المهم كنخلط معاها هذيك الحشوه، فكتولي عندنا كلها اللون ديالها، اللون الحشوه. كنقدمها نديرها في الطبق ديالنا ديال التقديم، انا عزيز عليا السفه نقدمها بالتقديم التقليدي. أيه فعلا. ديال البلدي. وكنزينها بهذوك المربعات ديال لادانت، وكنقدمها بشويه ديال الصلصه اللي كنكون خليتها، كنحطها في الجناب ديالها. اييه. وكنقدموها بالصحه والراحه. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقراتنا المتنوعة، وكيحضر معنا الدكتور عزيز سلامي، طبيب اختصاصي في علاج أمراض النساء والتوليد. أهلا بك دكتور، لاباس عليك. شكرا سيدة سناء، شكرا للاستضافة. شكرا ومرحبا بك دائما، كتنورنا معلومات طبية في مواضيع مختلفة. اليوم غادي نتكلموا على التخصيب الخارجي أطفال أنابيب والحقن المجهري. فكنعرفوا على أنه المرأة اللي كيستعصى عليها الحمل بشكل طبيعي ولا من بعد علاجات طويلة، بعد ما كتكون عالجات صعوبات المرضيه بالادويه، فكتقرر هي الزوج ديالها انهم يقوموا بالتخصيب الخارجي اطفال الانابيب. اليوم بالحضور ديالك يعني كطبيب مختص، نبغيو نفهموا اكثر شنو هو التخصيب الخارجي، واش هو اللي كيتسمى فعلا باطفال الانابيب، وفي المقابل كاين الحقن المجهري، نبغيو نفهموا الفرق بيناتهم وشنو هما بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. هو التخصيب الخارجي هو اللي كيتسمى، يعني اول تسميه كانت عنده هي اطفال الانابيب، ولات من بعد كتقال له التخصيب الخارجي، هو لا فيكونداسيون فيتو بالفرنسيه، يعني كيكون تخصيب خارج الاعضاء الجنسيه ديال المراه، حيت عاده التخصيب كيكون في الرحيم عند في الانبوب ديال الفالوب عند المراه، قناه الفالوب اللي كيقولوا الدارجه القرن، تما كيوقع التخصيب عاده. كتكون البويضه من بعد ما كتنضج كتوقع الاباضه من المبيض، وكتمشي لقناه الفالوب، وفي قناه الفالوب كتلتقي بالحيوانات المنويه وكيوقع تخصيب، ومن بعد داك البويضه المخصبه كتمشي لجوف الرحيم، وكتتعلق تكون العلاقه في جوف الرحيم لانيداسيون، وتما كيبدا الحمل. هذا المسائل الطبيعيه هكذا كتكون. فهاد المسائل الطبيعيه كنحاولوا نمثلوها في المختبر. فديك الشيء كتقال التخصيب يعني في المختبر، يعني خارج الجسم هو اذا خارجي، فالتخصيب الخارجي هو هذا. فكاين في هذا التخصيب الخارجي تقنيه العاديه، وانه كتعمل في البويضه معها حيوانات منويه وكتخليهم يتخصبوا تلقائيا يعني في المختبر، ولا في بعض الحالات اللي كيكون فيها
كيبقى الاستعصاء ديال التخصيب التلقائي او كيكون المني الحيوانات المنويه قليله عند الرجل وضعيفه. ففي هاد الحالات هذه كيتم التخصيب تحت الحقن المجهري، معناتها انه كتخذ البويضه وتحت المجهر سو ميكروسكوب كتحقن بحيوان منوي. ف الفرنسيه كنقولوا اكسي، شنو معناتها؟ هي لانجيكسيون ديال لو سبيرماتوزويد دون لو سيتوبلازم ديال لوفول، هي الحقن المجهري بالعربيه. فهاد عمليه الحقن المجهري الان كتداول بزاف في التخصيب الخارجي، هي تقنيه من التخصيب الخارجي، ولكن هو اصلا يعني الحقن المجهري تقنيه ديال ديال ديال, ديال ديال المحاوله كتسمى التخصيب الخارجي. الحقن المجهري، لان هذه مساله الحقن المجهري مساله مختبر، يعني تقنيه في المختبر، ما عندها علاقه بالعلاج ديال المراه بالنسبه للحاله يعني ديالها. ماشي كاين التخصيب الخارجي وكاين الحقن المجهري. هذا هو التخصيب الخارجي، هو عموما هو انه كيكون تخصيب خارج اعضاء الجسميه ديال المراه، يعني كيكون في المختبر. ملي كيكون التخصيب الخارجي في المختبر فيه تقنيه، ملي كيكون كيستعصى على الواحد انه يوقع تخصيب تلقائيا في المختبر، كدارها التقنيه ديال الحقن المجهري، يعني كتاخذ البويضه وتحت المجهر كتحقنها بالحيوان المنوي. هذه عندها حالات فاش كتتعمل تفاعل ديال كل سيده، ولكن كتبقى هذه تقنيه المختبر، يعني المراه والطبيب ديال النساء ما عندوش علاقه بهذه المساله، هذه مساله ديال تقنيه المختبر، يعني كيحدد على حسب الحالات على حسب الحالات واش المشكل غير من الزوجه او المشكل من حتى من الزوج، كيقوموا بهذه العمليه ديال الحقن المجهري اللي كيكون ضروره ديالها. الحالات العاديه ماشي ضروريه كتكون، ولكن بدات الان ولات كتزاول اكثر، كتزاول اكثر لانه الحالات ديال اللي كتطلب هذه التقنيه ولات اكثر. واخا دكتور، بالنسبه للتخصيب الخارجي او ما يسمى باطفال الانابيب، يعني كيف كيفهموه الناس، عامه الناس، فوقاش يعني نتوما كاطباء مختصين كتنصحوا انه هاد السيده من الاحسن انه تلجا دابا للتخصيب الخارجي دون يعني سيده اخرى مثلا؟ كيوقع بعد اول دي بدء هو التشخيص ديال الحاله ديال الزوجين، شنو هو العائق ديال تاخر وقوع الحمل. فاذا كان هذا العائق مساله مثلا بحال نقولوا انسداد في قناتي الفالوب واللي ما عندوش حل جراحي، ف ما يمكنش يكون تخصيب طبيعي، فلبدا كنلجؤوا للتخصيب الخارجي. كاين حالات ديال مرض تكيوس المبيضين المتعدد، اللي كتكون المراه دازت من المراحل الاطوار الاوليه ديال العلاج ديالو، يعني بالاقراص بالحقان بالعمليه ديال المنظار الباطني اللي كنديروا فيه ثقاب ديال المبيضين. الى هذه الامور كلها ما عطاتش نتيجه، والحميه بالنسبه للنساء اللي عندهم في هذه الحاله ديال مرض تكيس المبيضين المتعدد وزن زائد وداروا الحميه ورجعوا لواحد الوزن طبيعي وما وقعش حمل، في هذه الحالات هادو كيكون اخر المطاف وهو القيام بالتخصيب الخارجي اللي كيعطي نتائج. كاين كذلك الحالات اللي كيكون عندهم مرض بطانه الرحم المهاجره، بعد ما كيكون التشخيص ديالو تم بالمنظار الباطني وتم العلاج بالمنظار الباطني ودازت مده ديال 6 شهور من بعد العمليه ما وقعش حمل، فكنعرضوا على المراه انه من الحلول انه تدوز للتخصيب الخارجي. كاين كذلك حالات اخرى كيكون الحيوانات المنويه ديال الراجل ناقصه بزاف، اما في العدد او في الحركه او في نسبه التشوهات، وما كيكونش علاج اللي يمكن يتم غير بالتلقيح في الرحيم يعطي نسبه ديال الحمل يعني مرتفعه، فكنلجؤوا كذلك لهذا في الحالات ديال ملي كيكون المشكل من الزوج، او كيكون عنده كذلك انعدام الحيوانات المنويه وكنضطروا في الحاله ديال انعدام الحيوانات المنويه ناخذوا عينه من الخصيه وولاد صابوا الحيوانات المنويه كنجمدوهم وكنقوموا بالعمليه ديال التخصيب الخارجي مع الحقن المجهري. هذه حاله ضروريه فيها ضروري. التقنيه هذه انك يكون الحيوانات المنويه قلال، ما كيمكنلكش انك يكونش عندك متوفر لك واحد العدد كافي باش تخليهم مع البويضه وتخصب تلقائيا، فكتكون هذه حالات ديال الحقن المجهري. فكذلك كاين حالات اخرى كيكون الالتهابات اللي كتكون ما ادتش لوقوع الحمل تلقائيا، من بعد علاجها ما كيوقعش الحمل وكيكون المده دازت، كذلك كنلجؤوا للتخصيب الخارجي. كذلك كاين حالات اللي بعد ما كنقوموا بجميع الكشوفات جميع التحاليل بالكشف ديال
الجراحه بالمنظار الباطني التشخيصي كيبين بانه ما كاين حتى شي حاجه، كل شيء عادي، ما كيبين بان حتى شي سبب، وكيقولوا ما كاينش تفسير لهاد الحاله علاش ما وقعش الحمل. فمن العلاجات ديالها كاين اما التنشيط مع التلقيح في الرحيم، ولا الا ما عطاتش نتيجه كنلجؤوا كذلك للتخصيب الخارجي. هذه عموما اغلبيه الحالات اللي كنلجؤوا لها للتخصيب الخارجي. ولا جات مثلا هذه الامور فهمناها، وبالنسبه مثلا السيده اللي مثلا قنطات من هذه العلاجات ومن هذه الادويه مثلا عندها غير تكيس المبيض، ولا ما عندهاش مثلا شي تفسير انه علاش ما حملاتش، وفكرات يعني ولو مثلا في العام الاول الزواج او العام الثاني فكرت انه دير مثلا فيكونداسيون ان فيترو مباشره. ماشي بالنسبه لي انا ماشي هو الحل. يعني كتحاول تقول لها ماشي المراه، ماشي المراه هي اللي غادي تقول انا خصني ندير الحقن المجهري او انا خصني ندير التقصيب الخارجي. الحاله ديالها طبيا من بعد الكشوفات، من بعد التشخيص ديال السبب ديال تاخر الانجاب، كيتم عرض الاستراتيجيه ديال العلاج كيفاش غادي تتم، ولا في اخر المطاف ما كانش الحمل كندوزو للتقصيب الخارجي. لانه كيجيك شي حالات اللي كيستراتيجية العلاج كيمشيو فيها بواحد الوتيره اسرع، اللي كيكون المراه عندها سن متقدم وكيكون عندها الخزان ديال المبيض لايماش بدات كتنقص، يعني باش ما يكونش تضيع الوقت ديال عندها. ما في الحالات الاخرى اللي كتكون المراه مازال السن ديالها صغيره، مازال عندها الامور كلها يعني الحظوظ باش تكون علاجات اخرى من غير التقصيب الخارجي. يعني من الاحسن اذا كانت علاج ديال المشكل اللي كيؤدي للحمل التلقائي كيكون انسب، وكيكون كذلك في التكلفه اقل. واخا، وحنا كنتكلموا دائما حول التخصيب الخارجي. بالنسبه اكيد على انه التخصيب الخارجي كيمر مراحل اللي غادي نفهموها معك طبيا، ولكن قبل ما ندخلوا في هذه المراحل، قبل واش تيكونوا شي استعدادات؟ مثلا شفتي على انه السيده مثلا عندها صعوبه انه تحمل بشكل عادي نظرا لسبب من الاسباب كيف ما ذكرتي من قبل، قررت انها يعني غادي تساعد باش دير مثلا التخصيب الخارجي، فواش مباشره يعني كتمشيو للمراحل اللي غادي نفهموهم معاك، ولا قبل تيكونوا بعض الاستعدادات اللي مثلا شي منشطات شي ادويه اللي خصها تاخذهم في الفتره قبل مثلا ما دير التخصيب الخارجي؟ شنو هما الامور اللي خصها تستعد ليهم تهيئ ليهم قبل؟ حسب الحالات، في الحالات اللي كنقدروا مباشره نمشيو للتخصيب الخارجي، مثلا امراه عندها الزوج ديالها نقص في الحيوانات المنويه لدرجه انه واخا بعد مده ديال المحاوله ديال الحمل ما وقعش حمل، وهي عندها كل شيء عادي بعد الكشوفات والفحوصات والتحاليل اللي جرات عندها تصاب كل شيء عادي، هذه ما كاينش شي تهيئ خاص قبلي كنقدروا نمروا مباشره للتخصيب الخارجي مع الحقن المجهري. كاين مثلا مرأة عندها الانسداد في الانبوبين ديال الفالوب، انا تاع الفالوب الكرون، اذا كان عندها الانسداد ما يمكنش يتفتح جراحيا باش يؤدي الحمل تلقائي، فمن الانسب ومن الانجع انه تقام عمليه بالمنظار الباطني وتزال استئصال القناتين ديال الفالوب، لانه ذاك الالتهابات اللي فيها كتنقص من النسبه ديال النجاح ديال وقوع الحمل في التخصيب الخارجي. دونك هذا الاستعداد في هذه الحاله هذه كيكون عمليه جراحيه كتصل فيها قناتين الفالوب الامراض والمتهبين وما يمكنش جراحيا يؤديوا الحمل الطبيعي، كنزولوهم باش كيعطيونا حظوظ في الحمل اكثر. دونك هذه من المسائل ديال التهيئه ديال التخصيب الخارجي. كاين كذلك حالات كيكون عندهم ورم ليفي في بروم كبير اما في الجوف او في اما في الجوف وخطا صغير او في الجدار الرحيم وهو حجمه كبير، كيوقع عمليه استئصال ديال هذا الورم الليفي او الاورام الليفيه. في هذه كلها تهيئات باش تكون النتائج ديال التخصيب الخارجي تكون انجع. كاين كذلك تقدر تكون لحيمه، كنا تطرقنا لهذا الشيء في الحلقه على الجراحه بالمنظار الرحيمي والجراحه بالمنظار الباطني، يقدر يكون تا لحيمه يعني بوليب في الجوف ديال الرحيم او التصاقات، كنقوموا بالعلاج ديالها قبليا قبل ما نقوم باش نمشيو لهذه المحاوله ديال التخصيب الخارجي تكون الفرص افضل. كاين كذلك كيقدر يكون غير التهاب في الجوف ديال الرحيم اللي كان بالكشف بالمنظار الرحيمي ومع اخذ عينه بيوبسي كتعطينا في التشريح بانه كاين التهابات
الجوف ديال الرحم كنقوموا بعلاجها بالادويه المضاده الحيويه وضد الالتهابات باش كتكون حظوظ ديال وقوع الحمل من بعد تخصيب خارجي افضل. هذه الاستعدادات القبليه في الحالات اللي كيكون فيها شيء غير عادي. اما ملي كيكون كما قلنا الكشوفات بينت بان كل شيء عادي نقدروا نمروا مباشره للمحاوله التخصيب الخارجي. اذا كيف كيتم هذا التخصيب الخارجي؟ المراحل اللي خصنا كاين نوعين ديال البروتوكول ديال التخصيب ديال التنشيط للتخصيب. حيت كنقوموا اولا بتهيئ المراه باش ناخذوا البويضات ديالها. فباش نهيئوا المراه باش ناخذوا البويضات ديالها كتكون واحد المرحله ديال العلاج اما في البروتوكول اللي كيكون كيتسمى طويل بروتوكول لون اللي كيتعطى واحد الحقن في اليوم 21 من الدوره باش كان نوقفوا العمل ديال الغده النخاميه على المبيض باش كنقدروا حنا نتحكموا في التنشيط المبيض بلا ما توقع لنا اباضه تلقائيه. وعاد كنقوموا ابتداء من اليوم الثاني ديال الدوره بتنشيط الاباضه بالحقن. هذه طريقه وكاين طريقه اخرى الادويه اللي هي ما اللي كتمنع لنا الاباضه التلقائيه ما كنبداوها حتى اليوم السادس او السابع من الدوره بعد ما كنكونوا بدينا اليوم الثاني من الدوره التنشيط. فهذه مسائل من اختصاص الطبيب المعالج انه هو اللي كيشوف على حسب الحاله يحدد على حسب الحاله ديال المراه واش السبب اللي عندها واش عندها تكوس مبيض متعدد او عندها إباضة عادية أو عندها ضعف في المبيضين بانخفاض في خزان المبيض ديال لايماش كيحدد شنو هي الطريقة ديال التنشيط اللي غادي تتم عندها. كاين تهيئات في بعض الأدوية عند بعض النساء كالدواء اللي كيقوم بالسيولة ديال الدم يعني اللي كيعطي واحد الفلويديتي في لوسون هذاك في بعض الحالات كنضطروا كن نوصفوه للمراه باش تاخذو. كاين لاسيد فوليك يعني الحامض الفوليك بعض النساء كيظنوا انه كيكثر من النسبه ديال النجاح ديال المحاوله هو ما عنده حتى شي تاثير على النسبه ديال النجاح المحاوله هو كيعطي وقايه من بعض التشوهات الخلقيه كما كنقدروا نصحوا به كما كنقدروا نصحوا به النساء اللي هما كيتهيئوا للحمل التلقائي كما كنقدروا نصحوا به النساء اللي غادي يعملوا التلقيح التخصيب الخارجي كي عنده واحد الوقايه من النسبه ديال الاصابه بالتشوهات الخلقيه اللي كتصيب الانبوب العصبي لو تيب نورال كيوقع ما كيكونش فيه انسداد في واحد في العمود الفقري اللي كيعطي تشوه خلقي اللي كيكون عنده عواقب وخيمه على الحياه ديال الصبي اللي غادي يتزاد. فما عندش لاسيد فوليك الحامض الفوليك حتى شي نسبه في تحسين نتيجة التخصيب الخارجي وإنما كيعطي وقاية كما ذكرنا حتى عند المرأة اللي نهاية تكون عندها الحمل التلقائي كتقدر تاخذ هاد سيدا فيتامين بي 9 ولا سيدا الحمل الفوليك كيقدر يعطيها وقاية من هاد التشوهات الخلقية. كذلك كاين الفيتامين دي ولا تمنى الآن يعني نقولوا موضة ديال الفيتامين دي كلشي كيتناول الفيتامين دي وملي كدير تحليلة عند الفيتامين دي كتصيبها ناقصة عن جميع المغربيات والمغاربة لانهم ما كيتعرضوش للشمس ما كياكلوش المأكولات اللي هي غنيه بالفيتامين دي. كان دراسات بعض انها بينت بانه المراه اللي عندها نقص فيتامين دي وعالجناه قبل ما نقوموا بالتخصيب الخارجي كيوقع عندها تحسن في النسبه ديال النجاح ديال المحاوله. دراسات اخرى ما ثبتاتش هذه المساله هذه فالمساله مازال ما مأكداش واش ضروري علاج المشكل ديال نقص فيتامين دي لتحسين فرص الحمل في التخصيب الخارجي او لا. واخا دكتور وحنا كنفهموا معك هذه المراحل الطبيه اللي كيمر منها التخصيب الخارجي تكلمتي على سحب البويضات يعني دابا قلت التنشيط التنشيط غادي نوصلوا للمرحله من بعد القيام بالتنشيط نوصل للمرحله ديال سحب البويضات. فملي كنقوموا بالتنشيط كنراقبوا هذاك التنشيط بتحاليل ديال الهرمون ديال الاستروجين وفي بعض الحالات ديال البروجستيرون وكنراقبوا كذلك بالحجم ديال داك البويضات ديال الجريبات ماشي ديال البويضات الجريبات اللي تعطينا البويضات هما لي فوليكول هما الجريبات وكيكون فيهم البويضه فهذوك الجريبات كنراقبوا القياس ديالهم يخصهم يوصلوا واحد القياس خصهم يكونوا واحد القياس ديال 17 18 مليمتر باش كيكونوا نقولوا نجو. ملي كينجو ديك الساعات كنعطيو للمراه
في النهار اللي كنكونوا قررنا بانه الامور وجدات والجريبات نتجو كنعطيوها الحقنه التفجيريه كتعملها في الليل كنحدوا لها الساعه لان خاص من بعد السحب ديال اخذ ديال البويضات من 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 جريبات في في المصحه كيتم يعني خصو يتم خلال 34 حتى 36 ساعه اقصى شيء من بعد الحقنه التفجيريه. فمثلا اذا كانت المراه غادي نديروا لها اخذ البويضات نقولوا مع 9 ديال الصباح كيخصها ديك الحقنه التفجيريه تعملها بين 9 و 11 الليل ديال اليومين اللي قبل اليومين اللي قبل. فحيت 36 ساعه خاص اقصى مده واقل مده هي 34 ساعه فكنحدوا حنايا الساعه فوقاش على حسب فوقاش عندنا الموعد ديال اخذ البويضات في المصحه كنقولوا لها الحقنه التفجيريه تعملها في الوقت الفلاني. فهاد نوصلوا دابا للمرحله ديال اخذ البويضات كتتم في المصحه اما بتخدير يعني بنج كلي او بنج محلي وكنقولوا بنقوموا بواسطه العمود ديال الكشف الصدى العصا ديال الكشف الصدى المهبليه كندوزوا معها واحد الابره اللي كتدخل ندخلوها في المبيضين المبيض اليميني والايمن والمبيض الايسر وكناخذوا نسحبوا داك السائل اللي كاين في الجريبات اللي كيكون معاه البويضه وكنعطيوها للمختبر المختبر كياكد لنا في كل مره في كل بويضه جريبه خدينا السائل ديالها واش كاينه البويضه او ما كاينش البويضه. هذا العمل شحال كتاخذ ديال الوقت؟ يعني تقريبا اذا كان السحب في مثلا 10 12 ديال الجريبات اللي خصنا ناخذوا منهم السائل ديالهم كتاخذ داك 10 15 دقيقه حتى 20 دقيقه على حسب العدد ديال الجريبات اللي خصنا ناخذوا منهم السحب. واخا لو سمحتي باش نفهموا اكثر يعني الى تم سحب يعني عدد ديال يعني الفوليكول مع البويك مع البويضات دابا الجريبه هي الفوليكول كيكون فيها سائل وداك السائل كتكون فيه البويضه حنا كنسحبوا داك السائل لانه هو اللي كنشوفوا بالمنظار اللي كنشوفوا بالكشف الصدى بالايكوغرافي كيبان لنا داك السائل كنديروا البرا في قلب الجريبه كناخذوا السائل وكنعطيوه في واحد لي بروفيت المختبر وكيشوفوا ما تحت المجهر واش فيه البويضه. الا شافوا بان فيه البويضه كيقول لك راه كاين البويضه كدوز دير السحب من 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 جريبه واحده اخرى حتى كدوز على الجريبات اللي كاين مثلا في المبيض الايمن وملي كتكملهم وكتعاود تمر الجريبات اللي كاين في المبيض الايسر حتى كتاخذ منهم السوائل اللي فيهم وكتاخذ البويضات اللي هي متوفره. وعلاش كتاخذوا يعني بويضات مع الجريبات ديالهم يعني بكميه ماشي غير وحده ولا مثلا جوج على اساس انه الا ما نجحتش العمليه ممكن انكم تعاودوا التخصيب الخارجي بلا ما يحتاج انكم هو أن المرأة تعاود هو المقصود من من تنشيط الاباضه وهو يكون عندنا واحد العدد كافي اللي نقولوا من بين 8 حتى 10 حتى 12 ما خصش يكون عندنا بزاف 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 انه في هذيك الحاله كتكون المراه كتعرض لواحد المضاعفه صعيبه ديال التخصيب الخارجي وهي ليبرستيميناسيون اوفاريان اللي كيكبروا لها يوقعوا واحد التكيوسات كبار في المبيضين ديالها كيقدروا يعرضوا الصحه ديالها وحتى الحياه ديالها للخطر. فاحنا كنحاولوا نتفاداو ما امكن بالاخص هذه الحاله كتقدر توقع لنا في الحالات اللي عندهم مرض تكيوس المبيضين متعدد اذا ما كانش القياس اللي تعطاهم واحد القياس اللي هو حذر يعني اللي قد القياس ديالهم وفاق القياس ديالهم كيوقع عندهم واحد التنشيط كثير وذاك التنشيط كثير يعني عنده سلبيات ديالو عنده سلبيات ديالو مضاعفات ديالو. فالمقصود من 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 يكون عندنا بويضات كثار بين 8 حتى 10 مثلا وانه حيت النسبه ديال التخصيب ديال البويضات ماشي 100% دائما تقدر مثلا تاخذ من عند المراه 8 او 10 ديال البويضات كتعطيهم المختبر ملي كيخصبوهم اليوم الموالي كيشوفوا واش تخصبوا كيصيبوا مثلا من 10 تخصبوا 7 ومن بعد كتجي اليوم الثالث باش دير نقل الاجنه في الرحيم كيصيبوا من داك السبعه اللي تخصبوا يعني 4 ولا 5 ولا 6 هما اللي مزيانين او 3 او 4 هما اللي مزيانين. فهاد المساله كتجعلنا انه نحاولوا دائما يكون عندنا واحد العدد ديال البويضات اللي هما ناضجين اكثر حدود 8 حتى 10 حتى 12 باش يكون عندنا ملي يوقع التخصيب ديالهم يكون عندنا واحد العدد اللي هو كافي باش من نجيو نديروا النقل ديال الاجنه في الرحيم ديال المراه مثلا نقول اليوم الثالث او اليوم الثاني نقدروا نديروا النقل ديال الاجنه من يوم بين يوم الثاني حتى اليوم الخامس. اغلبيه الحالات كنديروهم في يوم الثالث مي في حالات كنقدروا نقرروا باش نديروهم في اليوم الثاني او في اليوم الثالث او بعد ما حتى اليوم الخامس.
فالاغلبيه الحالات كيكون في يوم الثالث. ففي هذاك اليوم الثالث ملي كنشوفوا مثلا عندنا 6 ديال الاجنه يعني البويضات اللي تخصبوا وجيدين ذوي جوده ممتازه كنصيبوا مثلا كاينين 6 كنوضعوا في الرحيم ديال المراه جوج ديال الاجنه 2 باش ما يكونش احتمال ديال الحمل اكثر من واحد ولا جوج انه الا وضعنا 3 ولا 4 وحملت بهم كيولي حمل ثلاثي ولا رباعي ديال التوائم يكون فيه صعوبات في الحمل وصعوبات في المراقبه في فرصه الاجهاض اكثر واحتمال ديال الاجهاض اكثر ودي الشيء هذاك. فمن الافضل انه السلامه ديال المراه وديال احتمال الحمل ديالها والمراقبه ديالهم ما نتعداوش وضع جوج ديال الاجنه في الرحم ديالها. فكيكون واحد الفائض ديال نقولوا مثلا عندنا 4 او 6 ديال البويضات مخصبه فائضه على اللي وضعنا كنقوموا بالتجميد ديالها. شنو هي الفائده من هذا التجميد ديال البويضات المخصبه؟ انه الا ما وقعش حمل الاجنه اللي هي قولوا فخي طريه كنقدروا نقوموا في دورات اخرى بتهيئ غشاء الرحم بطانه الرحم كنقوموا بتهيئها باقراص ادويه اللي كتهيئها ومن كيوصل الوقت كنقوموا بنقل الاجنه المجمده بعد ديكونجيلاسيون ديالها. فهاد الفائده ديال انه يكون عندنا واحد الفائض اكثر من 2 ديال الاجنه الفائده منها انه اذا ما وقعش حمل كنقدروا في دورات اخرى نوضعوهم يعني بجوج بجوج حتى كي هاد المساله هذه كتقدر ترفع لنا من النسبه ديال وقوع الحمل اذا ما وقعش الحمل في المحاوله الاولى كتعطيك محاولتين او 3 محاولات على حسب العدد ديال الاجنه اللي هي مجمده. صح بالبويضات كيحتاج يعني كيكون هاد العمليه تحت تاثير ديال البنج سواء كلي ولا موضعي. وبالنسبه لوضع الاجنه مثلا في اليوم الثالث ولا الخامس الا كانت مثلا بالنسبه للسحب ديال البويضه ديال الجريبات يعني باش ناخذوا البويضات الا كان عندها واحد عدد كثير من الاحسن يكون تحت التخدير يعني البنج المحلي او الكلي. الا كان بعض المرات عندها غير جريبه في الحالات ديال النساء اللي كيكون عندهم ضعف ديال الخزان ملي كتعطيها التنشيط ديال الاباضه يلاه كتكون عندها بويضه يعني جريبه ولا جريبتين يعني تاخذ عندها بويضه ولا بويضتين كتقدر تكون حتى بدون بنج لانه الالم ما يكونش كثير باش تاخذ السائل ديال جريبه وحده. ولكن اذا كان باش تاخذ جريبات بزاف يعني من الافضل الراحه ديال المراه تتم العمليه تحت تخدير اما محلي او كلي. وفي وضع الاجنه النهار كنكونوا غنوضعوا الاجنه ما كتحتاج حتى شي تخدير كنكونوا بطبيعه الحال نهار خدينا البويضات كنوصفوا بعض الادويه اقراص للمراه الاقراص اللي اما كتشربها او كتعمل لها في المهبل ديالها. هذيك الاقراص كتساعد النضج ديال بطانه الرحم باش تكون عندها حظوظ اكثر باش تستقبل الاجنه وتوقع العلاقه الى كتب الله. فهذيك الادويه كنوصفوها يوم السحب ديال البويضات. ويوم النقل كيتم بدون اي تخدير لانه ليست هناك اي ضروره التخدير لان ماشي مساله نيه فيها الام ماشي مساله فيها الام. واخا دكتور اكيد مازالين مواصلين المزيد من المعلومات الطبيه في موضوعنا حول فيكونداسيون ان فيترو اللي هي التخصيب الخارجي. غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره نكملوا موضوعنا الطبي وفرصه اننا نبداو في استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 0522 88 00 60 61 62. نوصلوا موضوعنا دائما حول التخصيب الخارجي. رفقه الدكتور عزيز سلامي طبيب اختصاصي في علاج امراض نساء والتوليد. غادي ناخذوا المكالمات الهاتفيه اللي معنا ومن بعد نرجعوا لموضوعنا. دكتور معنا لطيفه من سماره. الو 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 الاخت هلا كي دايره لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لطيفه مرحبا. عافاك السؤال ديالي وقع خارج الموضوع. واخا تفضلي. مرحبا لطيفه تفضل. انا عندي تكيس المبيض. ايه وعندي بنيه عندها 6 سنين ودابا عامين باش نحاول نحمل ما جابش الله. نعم لا تما كتجينيش كل شهر على 3 شهور 4 شهور. غادي يكون عندك مشكل الاباضه يمكن الوزن ديالك عادي ولا مرتفع؟ لا عادي. ما شحال الوزن ديالك؟ هذيك 70 هكاك. 70 وشحال الطول ديالك؟ متر و67. عندك الوزن زايد شويه. ما زايدش بزاف ولكن زايد شويه. ولكن شويه. إذا نقصتي واحد 10% غتعطيك حظوظ ديال الحمل. دوزت وعطاتني هذيك الدواء ديال مرض السكري وديال منشط هذيك الاسيد فوليك. اه الاسيد فوليك ماشي منشط راه تكلمنا عليه
قبل ما كنشرب داك الدواء ما كنديرش. لاسيد فوليك ما كيغيرش النسبه ديال الحمل نهائيا. لاسيد فوليك كيعطي وقايه من بعض التشوهات الخلقيه. فلاسيد فوليك ما كيعطيش التنشيط ديال الاباضه. هذاك الدواء ديال السكر اللي كيستعملوا مرضى السكر كيساعد الى نقصتي من الوزن. الى ما نقصتيش الوزن ما ليكونش عنده مفعول. هو كيسهل الاباضه الى نقصتي من الوزن. عندك 70 كيلو يترو 67 خص تكون فيك 63 64 كيلو. دونك عندك واحد 6 ديال الكيلوات نقصيهم صخايبيهم ويقدر مع داك الدواء ديال السكر ديال سميتو يكون عندك اباضه تلقائيه ويقدر يوقع حمل. ما وقعش حمل فكيخصك ديك الساعه تشوف مع الطبيبه ديالك او الطبيب ديالك باش تاخذي منشطات الاباضه اللي تساعدك على الحمل. ولكن اول شيء قم بواحد الحميه وصخايب واحد 6 كيلو ان شاء الله ويكون خير. معنا فدوى من اكادير. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فدوى. مرحبا. بغيت عرفك نسول. ايه تفضلي. ايه عندي هذا المشكل ديال تكيس المبايض. ايه تكيس المبايض المتعدد نعم. لا ودوزت عند الطبيبه وخرجت لي درت مع الدواء وخرجت لي شي بايعه ثاني درتهم وما جابش الله. قالت لي باش تمشي ديري تخفيض. ايه شحال في عمرك هلا؟ يلاه عندها 26 عام. عندك 26 عام؟ ايه. اه والدوره كتجيك منتظمه ما منتظماش؟ لا ما كانتش كتجي منتظمه. دابا تا بديت الدواء مع الطبيبه عاد ولات كتجي منتظمه. والوزن ديالك شحال هلا؟ الوزن دابا 70 كيلو. وشحال الطول ديالك؟ الطول والله ما عرفت. شوف الطول تحسي براسك زايده في الوزن ولا؟ حيت 70 كيلو في الغالب عندك شويه الوزن زايد. دابا اللي بديت مع الطبيبه قالت لي خصك تنقصي في الوزن. ها ونقص في الوزن دابا راه كنت زايده شي شويه دابا مزيان. خرجت لي نيت هذاك الدواء ديال السكر وداك الشيء ودابا زعما نقصت الوزن حيده كل شيء دايره الريجيم دابا نقص مزيان. نقصت شحال وصلتي 60 كيلو؟ على هذا التخفيض. واش وصلتي ل 60 كيلو؟ لا مازال ما وصلتش ل 60 كيلو. ايوا وصل ل 60 كيلو. اقل ما تنقص هو مثلا عندك 70 كيلو اقل ما تنقص هو 10%. 10% هو 63 كيلو. نقصي 63 كيلو مع داك الدواء اللي كتاخذي ديال مارين السكر وتنتظم الدوره الشهريه اكثر كيقدر يعطيك حدود ديال الاباضه تلقائيه ويوقع حمل تلقائيا بلا ما تضطر للتجديد. ما عطاش نتيجه كتبقى الاقراص ديال تنشيط الاباضه اللي ما كنقدروش اللي ما كنفوتوش بها 6 شهور. ما عطاوش نتيجه. بحال عندك قالت لي زايدين لك البويضات بحال خصهم يكونوا 6 انت عندك 10. الا عند هذاك التكيس المبيض المتعدد يمكن كيكونوا داك الجريبات كثار. فالا الاقراص ديال تنشيط الاباضه ما عطاتش نتيجه خلال 6 دورات ديك الساعات كاين المرحله اللي تابعها هي التنشيط بالحقن. الا التنشيط بالحقن ما عطاش نتيجه عاد ملي كتستوفي هاد المراحل وما كتكونش نتيجه مع السن ديالك قلتي 26 سنه يعني مازال عندك الوقت عاد كدوز للتخصيب الخارجي. يعني التخصيب الخارجي ماشي هي اول ممكن تاجلو حتى دير هذا تمر بجميع المراحل وما تعطيش ما تعطيكش نتيجه عندك الساعه تقوم بالتخصيب الخارجي لانه السن ديالك كيسمح بانه تمر بهذه المراحل الاوليه لانك تكون تكلفتها اقل وتكون عندها نتائج ماشي ما عندهاش نتائج. شكرا دكتور. اول شيء قم بحميه ونقصي واحد 7 ولا 8 كيلو وتبع الادويه ديالها والعلاج وان شاء الله جا الله خير. واخا مرحبا السلام عليكم دكتور. احنا كنتكلموا على التخصيب الخارجي والمراحل الطبيه اللي كيمر منها يعني داخل المصحه بالنسبه وتكلمنا كذلك حتى على الاستعدادات اللي كتكون قبل فنتكلموا على ملي كتقوم يعني السيده بهذا التخصيب الخارجي الاحتياطات اللي خاصها تاخذها بعين الاعتبار وهي في الدار يعني من بعد ما كان بعد ما كنقلوا الاجنه بعد ما كنقلوا الاجنه في الرحيم المراه وذاك اليوم ترتاح شويه ولكن ما كاين حتى شي ضروره كما هو مداول بين النساء في المجموعات في الفيسبوك وفي انه خاصها تبقى 15 يوم مرتاحه في الفراش ولا شي حاجه ما كاين حتى شي ضروره لهذا الشيء ما كاين حتى شي دراسه طبيه اللي اكدت بانه هادشي ضروري يعني ما كاين حتى شي فائده منه. المراه كتقوم بحياتها عاديه انت ابتداء من اليوم الموالي كتقوم بالمسائل ديال الحياه الطبيعيه ديالها ما خاصهاش لشي راحه خاصه ولا حتى شي حاجه. كنقوموا بوصف اجراء تحليل ديال واش كاين حمل
يعني 10 ايام ابتداء من 10 ايام بعد نقل الاجنه. من بعد نقل الاجنه ب 10 ايام باش تمشي دير تحليله ديال الدم 10 ايام او 12 يوم على حسب كيفاش كيفاش الطبيب اللي المعالج كيفاش وصف لها. 10 ايام او 12 يوم بعد يمكن المراه تعمل تحليله، واذا كان حمل راه كتكون ايجابيه، ما كانش حمل راه كتكون سلبيه. كتكون ادويه وصفناها من بعد اخذ البويضات كتكون المراه كتبقى كتستعملها من بعد النقل، وكتبقى تستعملها حتى اليوم اجراء التحليله واش كاين حمل او لا. اذا كان حمل كتبقى مبداها حتى كتراجع الطبيب ديالها باش يقول لها فوقاش توقفها ولا تبقى متبعها، ولا ما كانش حمل كتوقف داك الادويه وكتنتظر اذا كان عندها اجنه مجمده باش تكون محاوله بنقل الاجنه المجمده يعني في دوره اخرى. ما بين المرحله ديال التخصيب الخارجي وما بين هذيك 10 ايام ريتما انه تشوف التحليله واش كاين حمل ولا لا. واش في هذيك الفتره كتكون شي عوارض اللي مثلا اوجاع مثلا يقدر يجيها مره مره ولا شي حاجه ولا يقدر يجيها اوجاع مره مره، يقدر يوقع سايلان ديال شويه ديال الدم، هادشي كله شنو اللي تخاف منه شنو اللي ما تخاف من حتى شي حاجه. خلي يقينها في الله وتبقى تستنى تصبر على ما دوز 10 ايام. يعني خصها تصبر داك ال 10 ايام، يعني كتبقى تقوم بزاف ديال المسائل وتقوم بتحليلات قبل داك ال 10 ايام ما كاين حتى شي فائده. فملي تمر 10 ايام او 11 او 12 يوم بعد النقل ديال الاجنه، المراه تقدر تقوم بالتحليلات ديال الدم واش كاين حمل، واش كاين حمل او لا، غير كيفيه ماشي ماشي كاين، حيت كاين جوج ديال التحاليل، كاين التحليل الكيفي وكاين التحليل الكمي. التحليل الكيفي غير واش كاين ايجابي ولا سلبي، واش كاين حمل او ما كاينش حمل، هذيك كافيه. وكاين التحليل الكمي اللي كيعطيك رقم ديال شحال العدد ديال الهرمون البيتا اش جي في الدم، ما كاينش ضروره باش تعرف المراه بانها حامله باش يدار هاد التحليله هذه، لان تكلفتها كتكون اكثر. فهذيك اللي كتعطيك غير واش كاين حمل كيفي، غير واش كاين حمل او ما كاينش حمل كافيه. يعني الا مراه حامله راه تخرج ايجابيه، الا المراه ما حاملهاش كتخرج سلبيه، الا خرجت سلبيه كتوقف الادويه اللي كتستعمل انت وكتعاود تراجع الطبيب ديالها شوف يعني باش تكون في دوره اخرى نقل الاجنه المجمده اللي عندها. واخا معنا مكالمه اخرى ناخذوا فاطمه زهره من اكادير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله وبركاته. ايه اختي لاباس عليك؟ الحمد لله فاطمه زهره مرحبا، تفضلي فاطمه زهره. اختي عرفك بغيت نسول الدكتور. مرحبا لا تفضل. مشيت عند الدكتور ديال النساء والتوليد. ايه نعم. قال لي عندك الرحم ديالك مقسوم على جوج. شنو عندك هلا؟ قال لي عندك الوالده ديالك مقسومه على جوج. نعم فيتيروس بيكورن. نعم هلا ايه. ودارت الراديو وخرجت فيه قال لي ودي راه عندك بحال باندا. بحال؟ المهم بحال باندا؟ اه قال لي بحال شي باندا قاسمها لك من الوسط. اها دونك يمكن عندك غير جدار في الوسط الرحيم، حيت كاين اللي كتكون عندهم جدار في وسط الرحيم وكاين اللي كاين عندهم الرحيم مزدوج، يعني كيكون فيه بحال جوج الرحيم. انا عندي مزدوج بحال فيه جوج. بحال فيه جوج ولا غير جدار في الوسط؟ لا بحال فيه جوج. اها المهم درت التحاليل كلشي خرجوا مزيانين، درت هذاك الراديو الكبير كلشي مزيانين وباقي ما وقعش الحمل. دابا ملي كيكون الرحيم فيه جدار في الوسط وما وقعش حمل، كنقدروا نقوموا بعمليه ديال ازاله داك الجدار اللي في جوف الرحيم. كيقدر اذا كان جدار في جوف الرحيم كنقدروا نقوموا بازاله ديالو بالمنظار الرحيمي. سولت الدكتور قلت ليه زعما واش كاين شي حل باش غادي نحيدو، قال لي لا هكاك انت خليقه من عند الله. لا حيت كاين الجدار الرحيمي كيكون خليقه وكاين الرحيم المزدوج كيكون خليقه بجوجهم. فاذا كان غير جدار رحيمي كيمكن الازاله ديالو بالمنظار الرحيمي. كان الرحيم المزدوج فكتقدر وقع حمل تلقائيا، وإذا وقع في الجهه اليمنيه حيت كاين الرحيم كيكون مزدوج كيقدر يكون جهه اكبر من جهه اخرى. إلا وقع في الجهه اللي هي اكبر من الاخرى كتقدر يطور فيها الحمل ويقدر يمشي الحمل حتى الشهر التاسع. كان وقع في الجهه اللي هي صغيره يقدر يكون عنده حدود انه ما يتطورش لمده اطول من الرابع والخامس مثلا. فالحاله ديالك واش مضبوط انها الرحم مزدوج او جدار رحمي؟ يعني اذا كان جدار رحمي عنده حل جراحي تحيد داك الجدار بالمنظار الرحمي. مزدوج. ها؟ مزدوج علاش؟ هذا المزدوج. وشحال ديال السنوات ديال محاولة الحمل عندك؟ عامين. عامين وشحال السن ديالك؟
33 سنة. 33 سنة. فغادي تراجعي الطبيب ديالك باش يعمل معك محاولات بأدوية اللي تساعدك على الحمل. الدواء دابا يلاه مشيت عندو خرج ليا واحد ليبرا درتها نهار 8 مورا العادة. نعم. وخرج ليا شي ثاني عن طريق الفم ولا المهبل. هو حنا تنتسناو على الله. ويكون خير ان شاء الله، يتبعي العلاج ديال الطبيب ديالك ويكون خير ان شاء الله. يعني كاين اللي كيكون عندهم الرحم مزدوج وكيبقى عليهم حمل اما تلقائيا او بمساعدة طبية الانجاب، وكيقدر ملي كيكونوا حاملات يخصهم يتبعوا الحمل ديالهم مزيان، لانه كيقدر يكون تشنجات في الرحم اللي كتوجع اللي كيجعل انه فم الرحم كيتفتح ويقدر توقع ولاده مبكره. فهذوك كتكون عندهم ادويه كياخذوها باش ما يكونش عندهم تشنجات الرحم باش ما توقعش ولاده مبكره، وكذلك كتكون عندهم منصوح بالراحه في ذاك الفتره ديال حتى يكملوا الشهر الثامن. فالله يستر لك الامور، تبعي مع الطبيب ديالك ويجعل الله خير ان شاء الله يكون خير. بالنسبه للتخصيب الخارجي، يعني فرص، يعني فرص نسبه النجاح ديال التخصيب الخارجي، واش كتفرق من بين كل حاله صحيه ديال كل مراه ولا كاين كاين الحالات نقولوا ملي كيكون السن ديال المراه يسمح ب يكون السن المراه مازال ماشي متقدمه في السن ديالها، كتكون حاله حدود النجاح بين 25 حتى 30% في كل محاوله. ملي كتكبر المراه في السن ديالها فرص النجاح، فرص النجاح كتنقص، يعني ملي كيكون السن متقدم والخزان ديال المعبد نقص كتكون حتى الجوده ديال البويضات كتنقص. ملي كتنقص الجوده ديال البويضات فالاحتمال ديال الحمل كينقص، كتكون النسبه على حسب العدد البويضات اللي توصلنا لها كتنقص بزاف، للدرجة انه كتقدر تكون غير 10 حتى 15% او 5% في بعض الحالات. ف هاد النسبة ملي كتنقص المرأة ملي كدير محاولة وما كتحملش كتقول فشل. هو الفشل ملي كتكون حاجة انه مضمونة 100%، وهذه ما عمرها كتكون مضمونة 100%، لانه الوقوع الحمل حنا كنساعدوا عليه. ديك الشاش كما كتقول ما كنقولوش علاج ديال المشكل ديال الحمل، المساعدة الطبية للإنجاب هي مساعدة. علاش؟ لأنه مثلا واحدة عندها ورم ليفي كرة في الوالدة، نديروا لها عملية جراحية نستأصلوها 100%، ما فيهاش نسبة زودتي كرة خيطتي ومرأة ناضت برات 100%، يعني عملية ناجحة 100%. مساعدة الطبية للإنجاب عندها واحد نسبة أقل. علاش؟ لأنه حتى في المسائل طبيعيا تلقائيا المرأة ملي كتحاول تحمل يعني في الدورة عندها من 25 حتى 30% ديال حدود الحمل. فاللي كنقولوا حنا كنوصلوا 25 30% في المحاولة بحال بحال كنوصلوا للمسائل كيف تلقائي 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 ماشي 100% تلقائي ماشي 100%. حنا يمكن نوصلوا حنا بالعلاج ملي كنكرروا المحاولات كترتفع النسبة عند كل المرأة. ملي كتكرر ما نجحتلهاش المحاولة الأولى وعاودت المرة الثانية والثالثة والرابعة النسبة ديال النجاح كتطلع، لأنه مسألة الحمل كتبقى هبة من عند الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعلهم من يشاء عاقمة إنه عليم قدير. كيف ما قلتي الأزواج كيبغيو يديروا يعني ما في جهدهم بكل أساليب مع التطور الطبي الحمد لله. الواحد كياخذ بالأسباب، كياخذ بالأسباب والكمال على الله. هادشي اللي كاين الحمد لله. معنا ابتسام من أكادير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير اختي سناء. صباح النور ابتسام، مرحبا. شكرا بزاف للدكتور على هاد كاع المعلومات اللي عاوننا بها، الله يجازيه بخير. مرحبا لله. الوغ دكتور انا في عمري 32 سنة. نعم. وعندي ان بروبليم دانفيرتيليتي بريمير، هادي 4 ans انا جو تريت. فاش دوزت لا بروميير فوا قالوا لي راه عندك اوفير بوليكيستيك، دونك بديت اوتوماتيكمون لي انجكتور دوفيلاسيون. نعم. بديت باورو ابخي انجكتابل، ابخي سا نا با مارشي، ودرت دو انسيميناسيون سا نا با مارشي. لي انسيميناسيون لا تلقيح ما كيغيرش النسبة ديال الحمل في التكيوز المبيضين المتعدد. لي اوفير ميكرو بوليكيستيك العلاج ديالهم ماشي بالانسيميناسيون، دونك العلاج ديالهم هو بتوفير اباضه، ولا توفرت الاباضه كتوفر حدود ديال الحمل. حتى فاش كنت خديت لي زانديكتور دوفيلاسيون اورو انجيكتاب، فاش كنمشي ندير داك المونيتوراج ديال لي فوليكول، يعني ما كيفوتش لي واحد 17 مليمتر كيعطي لي ديك لانجيكسيون تاع لوفيلاسيون ما كتوقعش اون غروسيس، دونك قال لي ندوزلو لانسيميناسيون، دونك درت دو انسيميناسيون. الانسيميناسيون كيف قلت لك لا ما يساعدوش، لانه ماشي مشكل ديال 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 لو ماري، فهمتي؟ هذوك اللي كيكون مشكل ديال لو ماري
او ما كيكونش عندنا حتى شي تفسير. يعني كنقولوا حنا لانفيرتيتي انيكسبليكي اللي كتكون انيكسبليكي ما عندنا حتى شي تفسير ديال شي سبب ديال تاخر الحمل. هما اللي كنقوموا بتنشيط مع التلقيح وهو يعني ان ستيميلاسيون دوفولاسيون باش كيكون عندنا جوج او ثلاثه البويضات مع الانسيميناسيون هذيك كتعطي واحد الحدود للحمل. اما في الحاله ديال التكيوز المبيضين المتعدد يعني المراحل العلاج ما فيهاش الانسيميناسيون. الا كان الزوج ديالك عنده في السبيرم ديالو شي نقص ولا شي حاجه نورمال ما كاين اوكان بروبليم. قلتي عندك 32 سنه شحال الوزن ديالك؟ نورمال انا جو سوي بالعكس عندي انسوفيسونس بوندرال انا جو سوي 55 وعندي 1.65 وكل شويه اكزاكتومون حاول تطلع 60 كيلو حيت هو خير اموري اوسطها. الواحد الا عنده الزايد او عنده النقص ما مزيانش فهمتي. الا خاصك تكون عندك 60 كيلو كل باش تكون عندك 60 كيلو ان شاء الله. دكتور جوست بور فو دير جي شونجي دو ميدسان وهو اللي كان عطاني الاستيروسيبانغوغرافي افيك لا ام اش. ولا ام اش شحال خرج لك؟ 5. حيت عندك لي زوفير ميكروكيستيك مشاش عندك 5. عندك لا ام اش نقولوا مرتفعه نسبيا حيت عندك لي زوفير ميكروبوليكيستيك وليستيروسيبانغوغرافي الحمد لله نورمال نورمال مع هاد لو ميدسان الحمد لله جي روبري ان اندكتور دوفيلاسيون اورال وتحت انسانت الحمد لله ولكن وقعت لي اون غروسيس اريتي ان سيمين. المساله هذه كتقدر توقع لان 10% ديال الحمل كيوقع منه اون فوسكوش فهمتي. المساله ما دكتور سي كو دو موا بلو تار جي روبري لو ميم اندكتور وتحت عاوتاني انسانت ولكن درت اون غروسيس اكسترا يوتيرين ومالوروزمون سيتي رومبي دونك درت اون لاباروتومي. لاباروتومي ماشي لاباروسكوبي لا لاباروتومي الحمد لله تريتمون كونسيرفاتور زعما ما درتش ما تحيداتش لا ترومب الحمد لله. دابا دكتور صافي 4 موا كو جاي هاد لانترفونسيون غير افوتر افي دكتور واش نعاود زعما واش كاين ان بيلون افير دابا 4 موا باش دارت لانترفونسيون ماشي ملزومه باش تنتظري اكثر من هاد المده اللي انتظرتي باش تعاود تقوم بمحاولات ديال الحمل. دونك افوتر افي 4 موا سوفيزون بور روبروندر لو تريتمون لارجمون سوفيزون لارجمون سوفيزون غير تكلي على الله عاوتاني ويسر الامور. كما وقع حمل المر الاولى في الرحيم ان شاء الله يعاود يوقع حمل اخر في الرحيم فهمتي. يعني انت كتوصلي تحمل بالها من الجانب النفسي تا هو كتوصلي تحمل جوستومون داكشي كتوصل تحمل وليت كنقول اون فوا جو روبروندري زعما هاد لو تريتمون سي سيغ غتوقع. لا 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 غروسيس اكسترا يوتيرين كتقدر توقع وشحال اللي ما وقعت لهم غروسيس اكسترا يوتيرين عاوتاني حملوا وكانت غروسيس انترا يوتيرين ومشات الامور بخير وعلى خير. غير هو خص ملي يكون عندك روطار يعني تاخر ديال الحيض تمشي بسرعه تشوف واش كاين حمل باش تاكد مع الطبيب ديالك واش الحمل في الرحيم. هذا ما طلع واخا ان شاء الله تمنى تيسير الجميع. شكرا لك بزاف دكتور عزيز سلامي طبيب اختصاصي في علاج امراض النساء والتوليد على كل النصائح والمعلومات اللي قدمتينا اليوم في التخصيب الخارجي في كونداسيون ان فيترو. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع للبرنامج اللامولاتي. لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا في الاخراج وسميحه شوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.